مساحات غابية وزراعية مهمة فتكت بها النيران وخيم عليها الرماد، ناهيك عن الخسائر البشرية الكبيرة التي تسببت بها الحرائق في العديد من مناطق الوطن. سيناريو تعيشه الجزائر كل سنة وتسعى إلى تفاديه أو التقليل من حجم خسائره من خلال تجنيد جميع الفاعلين في الميدان لإخماد النيران. بعد إخماد الحرائق تم تنصيب لجان على مستوى جميع الولايات المتضررة لإحصاء الخسائر وتعويض المتضررين. الخسائر المادية تعوض وعلى مستوى كل ولايات هناك لجان راهي تعمل على قدم وساق حتى تحصي كل ما تم يعني تسجيله كخسارة على مستوى الحقول، على مستوى أرزاقهم، على مستوى ممتلكاتهم، على مستوى ديارهم، كل هذا كله يسجلوهم، وإن شاء الله بدءا من ربما واش غدوة بعد غد ستكون يعني حملات على مستوى إذن كل ولاية المعنية، ونقوم بالتعويض كما جرت العادة لهذه العائلة إذن بعد إتمام هذا الإحصاء. القضاء من جهته وعد بفتح تحقيقات بعد سلسلة الحرائق المتزامنة خصوصا في مناطق بجاية وجيجل، وفي حال إثبات التهم في حق الموقوفين سيتم تصنيفها على أنها جرائم إرهابية.